مساء الخير. أيها العراقي انتبه، فمنشور واحد على فيسبوك ربما يزجك لعشرين عاما في السجن أو دفع 50 مليون دينار غرامة. في العراق اختلاس فروقات الرواتب التقاعدية من قبل المسؤولين ليس فرديا، إنه جماعي وتاريخي أيضا، ويقترن من وقتنا الحاضر إلى زمن مجلس الحكم الذي لم يستمر فيه الرئيس في الخدمة إلا شهرا واحدا، ومع هذا يمنحون فروقات قاربت 50 مليار دينار وأكثر. الجرب والقمل في مدارس العراق، وموظف الإجور بانتظار العقد والعقد بانتظار الملاك. أيها العراقي انتبه، منشور على الإنترنت ربما تتعرض بسببه للحبس أو الغرامة. سرقة جماعية تاريخية تحت عنوان فروقات رواتب المسؤولين. في المدارس العراقية قمل وجرب والتهاب قصبات. قرار حكومي وعود للعقود بامتيازات الملاك. قبل ما ندخل على فضيحة الخمسين مليار دينار تقريبا اللي كشفها ديوان الرقابة المالية أخيرا واللي تم صرفها للمسؤولين السابقين بدون حق من خلال التلاعب بالأوراق الرسمية لأضابيرهم التقاعدية، نسأل بالله عليكم، لو مواطن بسيط صار عنده خلل بسيط بإضبارته التقاعدية أو إضبارة الرعاية الاجتماعية، مو كان قطع عنه الراتب فورا وتغريمه كل مبالغ الفروقات؟ هي أكثر من 50 مليار دينار سرقت ونهبت بدون وجه حق من خلال التلاعب برقم بسيط جدا، إنه التاريخ يا سادة، رقم 8 كل بساطة سووا 7، تزوير بسيط برقم بسيط حصلوا به على فروقات راتب سنة من تاريخ 1/9/2007 بدلا عن 1/9/2008 وفق قرار رئاسة الوزراء الأصلي. وطبعا تقرير ديوان الرقابة المالية فيه الكثير والكثير غير ذلك من صنوف وأشكال التلاعب اللي حصل بموجبها نواب ووزراء ورؤساء وأعضاء جمعية وطنية بل وحتى أعضاء مجلس الحكم السابق على أموال منهوبة بموجب التدليس، أقول التدليس والتزوير. هل ظهر شخص واحد شريف منهم عبر عن وطنيته وقال هذا حق الشعب وليس من حقي؟ لا وألف لا، الكل مغلسة. هذه الأموال صرفتها هيئة التقاعد والرعاية الاجتماعية اللي نفسها ما تصرف راتب الرعاية البالغ تقريبا 100 ألف دينار للمواطن البسيط إلا بطلعان الروح وألف لجنة وألف يا الله. أكو فتاة عراقية راسلتنا، هاي الفتاة تعمل بمعمل ألبان أهلي، أبوها وأمها عجزة، قطع عنهما راتب الرعاية. ليش؟ البنت تقول لنا السبب من راجعة دائرة الرعاية قالوا لها أن الباحثة الاجتماعية لما زارت دارهم بيتهم لقوا بي LCD تلفزيون شاشة لقوها بالبيت، فأنتوا فقراء ما يحق لكم تشوفون تلفزيون، ما يحق لكم يكون عندكم ببيتكم LCD. طبعا الباحثة الموقرة ما تدري انه هذا التلفزيون الـ LCD سعره 200 دولار فقط بالأقساط ويسدد من راتب الرعاية اللي قطع عنهم، فباعت العائلة هذا التلفزيون لأن ليس من حق الفقراء مشاهدة التلفزيون. 50 مليار دينار يا سادة ذهبت ظلما لمسؤولين متقاعدين في الدولة. مواطن آخر بسيط قطع عنا راتب الرعاية 5 مرات بعام واحد، يمنح شهرا ويقطع شهرين هذا الراتب، وصرف أكثر من الراتب بمعاملة إعادة الراتب، وجيب تقاطع المعلومات ورجع تقاطع المعلومات واصعد للقاضي ورجع قرار القاضي. واحدة من أسباب قطع الراتب عن هذا المواطن البسيط أنه كان عنده سيارة مانيفيست تم تسقيطها، وهاي السيارة موديل 1990 وتم تسقيطها ما أعرف قبل كم سنة، 6 أو 7 سنوات. طبعا لو نحسب شقد موظفين في بغداد يعملون بكل دقة على تقاطع معلومات الرعاية يمكن ننصدم أو أنتم تنصدمون، قرابة 20 ألف موظف في دوائر مختلفة، بعضهم يأخذ راتب 1 مليون، بعض أقل بشوية، البعض أكثر من 1 مليون. واحسب كم موظف بكل العراق، يمكن المجموع 100 ألف موظف
يشتغلون على تقاطع المعلومات، كلهم قاعدين ركبة ونص حتى يلقون سبب يقطعون به راتب مواطن بسيط قدره 100,000 دينار، ويمكن معونة ويا 100,000 دينار كيس طحين كل 3 أشهر سعره 12,000 دينار. الآن نقول من باب العدالة الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية والالتزام الوطني أن استرداد الفروقات من المسؤولين المتقاعدين وحده لا يكفي، بل يجب فضحهم أولا لبيان حقيقتهم الأخلاقية أمام الشعب وإحالتهم ومن عاونهم على هذه السرقة للقضاء ليكونوا عبرة، وحتى يصدق المواطن البسيط أن هنالك عدالة في هذا البلد. وعلى فكرة التاريخ مو مجرد رقم يتزور بأضابير التقاعد، لا، التاريخ شاهد في الضمائر على كل من سولت لنفسه سرقة هذا الشعب المظلوم. أمراض خطيرة ومعدية كالجرب وحساسية القصبات الهوائية والحمى وأمراض العين بالإضافة إلى انتشار القمل كلها ناتجة من الاكتظاظ وقلة النظافة في الصفوف الدراسية للمدارس العراقية لا سيما في المناطق المحررة. هذا الخبر راجع في أكثر من موقع محلي وعربي يخص واقع المدارس العراقية، حيث سجلت مناطق عراقية محررة في الأسابيع الماضية أمراضا معدية انتقالية مختلفة عزتها مصادر طبية إلى انعدام النظافة وتكدس الطلاب في الصفوف أكثر من العدد المسموح به وقلة اهتمام الملاكات التدريسية بالطلاب. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة سنان غازي من مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة. دكتورة سنان أهلا بيك. أهلا بيك. يا هلا ومرحبا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أمراض انتقالية في المدارس العراقية ما بين الجرب، القمل، أمراض العين، حساسية القصبات الهوائية. هذه الأمراض وجودها في المدارس أمر طبيعي، أي تجمع بشري بالتالي نجد هذه الأمراض حاضرة، لكن المو طبيعي غير الطبيعي هو ارتفاع أعداد الطلاب المصابين بهذه الأمراض. وحدها كركوك أو جنوب كركوك 30 مدرسة بجنوب كركوك كل طلابها يعانون من الحساسية والقمل، شنو السبب وين دوركم؟ شكرا جزيلا لهذا اللقاء. بداية بس أنطي مقدمة بسيطة عن الأمراض الانتقالية اللي هي موضوعنا. نعم. الأمراض الانتقالية أو نسميها المعدية أحيانا هي الأمراض اللي تنتقل من شخص إلى آخر. أما أسبابها وطرق انتقالها فحسب نوع المرض. نعم. هذه الأمراض تسجل في كافة بلدان العالم ومن ضمنها العراق، لكن تختلف نوعية هاي الأمراض حسب الرقعة الجغرافية، يعني أكو أمراض عندنا موجودة ما موجودة في بلدان أخرى. ليش تصير هاي الأمراض الانتقالية؟ الفقر، الازدحام، الإصحاح البيئي السيء، تدهور المستوى المعيشي، شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية، نعم، سوء التغذية، بالإضافة إلى أكو شروط أخرى، أمراض محددة تحتاج شروط أخرى حتى تحدث هذه الأمراض. يعني حتى أقدر يعني النقطة المهمة اللي عندنا إحنا ذكرتها حضرتك. تجاوزيني مرحلة. لا خلي نترك مرحلة النقاش حول الأمراض وكيفية انتقالها. إحنا نتحدث فقط عن المدارس، عن الطلاب. أنا طيتش مثال. 30 مدرسة بجنوب كركوك كل طلابها يعانون من الحساسية والقمل. يعني إحنا عادة لما نتحدث عن الأرقام لازم نكون دقيقين في هذه الأرقام. نعم. لما تقول 30 مدرسة في جنوب كركوك، اللي وصلتنا الإحصائيات اللي عندنا إحنا في كركوك، نعم، عندهم 123,000 طالب في محافظة كركوك على العموم. زين. نسبة الإصابة في عموم كركوك بين طلاب المدارس هي 4 لكل 1,000 طالب. زين. يعني 4 لكل 1,000 طالب. إحنا عدد مدارسنا ما تتعدى مرات 200 إلى 300 طالب في المدرسة وأحيانا أكثر هذه. زين. فلما نقول 4 لكل 1,000 طالب معناها نسبة الإصابة كلش قليلة، بينما نسبة الإصابة في احنا نحكي هسه انا اقول لك امراض انتقاليه في كل بلدان العالم، في اوروبا نسبه الاصابه بالقمل توصل الى 20%، ونسبه الاصابه في الولايات المتحده الامريكيه توصل الى 12 مليون طفل سنويا. فالرقم اللي عندنا احنا مع دقه الارقام اللي موجوده في وزاره الصحه، الارقام ممكن نشكك بالارقام الموجوده المتوفره عند مركز السيطره على الامراض الانتقاليه. هناك اولياء امور بس اكمل الفكره، اولياء امور يشكون، هناك مدراء ومعلمين ومدرسين في المدارس يشكون خصوصا من الحساسية، التهاب القصبات الهوائية، ما يتعلق بأمراض العين، ما يتعلق بأمراض القمل، ويؤشرون بين الأمراض. يعني احنا لما نقول أمراض انتقالية، ويؤشرون أمراض انتقالية، جرب وقمل، جاي شي
دكتوره. راح نخلط بالامور، كلمه حساسيه القصبات تختلف عن الامراض الانتقاليه. طيب، ويؤشرون ارتفاع ارتفاع اعداد الطلبه المصابين بهذه الامراض، سواء الامراض الانتقاليه اللي هي اختصاصكم او باقي الامراض اللي جاي تصيب الطلاب. وهذه الامراض الانتقاليه احنا عندنا في كل رقعه جغرافيه اكو مركز صحي، اكو صحه مدرسيه. هذه الصحه المدرسيه مسؤوله عن متابعه الطلاب في هذه المدارس، ومسؤوله عن جلب الارقام الصحيحه الى الصحه العامه. فاحنا نعتمد على الارقام اللي توصلنا، ما نعتمد على الاشاعات اللي تصدر هنا وهناك، وانما اريد ارقام دقيقه. فلما يشكون هنا وهناك هذه مو واضحه لنا، نعتمد على ارقام. انا احط برنامج وقاية أسيطر على الأمراض، لازم أحتاج أرقام. إذن يا دكتورة سنان، تقولين الأرقام منخفضة ولم نسجل أرقام مرتفعة بخصوص هذه الأمراض الانتقالية بين صفوف الطلاب، هذا خلاصة كلامك؟ هي الأمراض مسجلة لكن مو بهذا العدد من اللي يشاع في. ما يخالف، الأمراض مسجلة نعم، وهذا أمر طبيعي، لكن جاي تزداد، العدد جاي يرتفع نتيجة تكدس الطلاب في الصف الواحد 50 و60. في البداية أكمل الفكرة من فضلك. لا لا، بس أكمل الفكرة. الازدحام الاكتظاظ يؤدي إلى زيادة انتقال الأمراض. مو فقط هاي، أكو حال حمامات وتواليتات بالمدارس، هذا بئيس وكثيف. صابونا ماكو بالتواليتات والحمامات، هنا أنا ما أعرف منو يتحمل المسؤولية. هل وزارة التربية هي المسؤولة؟ هل 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 دائرة هل وزارة الصحة بدوائرها هي المسؤولة؟ هذه الشروط البيئية هي مسؤولية وزارة التربية وليس وزارة الصحة. وإحنا طيب، أيضا دائما عندنا مخاطبات مع وزارة التربية بهذا الخصوص، وعندنا شعبة متخصصة بالتعامل مع وزارة التربية لتوفير هذه الشروط، وهي من مسؤولية وزارة الصحة. لكن من مسؤوليتكم مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية. لا 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 لا، عفوا وجود الشروط الصحية، في المدرسة هي من مسؤولية وزارة التربية. أنا أريد أنتقل إلى سؤال آخر. مسؤولة عن متابعة توفرها. واضح الفكرة. دكتورة سنان، اعطيني مجال شوي من فضلك أكمل الفكرة. أريد أنتقل إلى سؤال آخر. من مسؤولية مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية، السيطرة على الأمراض الانتقالية، أي زيارة المدارس بفرق، مو هيك جوالة على المدارس؟ مو هذا جزء من واجبكم حتى نعرف الطالب؟ جواله، وانما مو فقط جواله حضرتك تسمعني، انما عندنا احنا زيارات دوريه الى هذه من واجبات الصحه، زيارات دوريه بتوقيتات معينه. ممتاز. اسبوعيه، شهريه. ممتاز. تروح الى المدارس هذه وتحدد شنو الشروط الموجوده بيها وشنو الشروط المفقوده، وتخاطب وزاره التربيه وتخاطب اداره المدارس. أظلمكم اذا اقول أنا كمواطن عراقي عندي أطفال في المدارس العراقية موجودين الآن في الابتدائية، وما سمعت ولا شفت ومديرة المدرسة والمدرسات يشكون من انتشار الأمراض، وما حدثوني عن لا بل هم يطالبون بزيارة فرق من وزارة الصحة حتى يكشفون على الأطفال ويشوفون شنو حالتهم. ما أظلمكم، ما أتصور أظلمكم بهذا الكلام. نعم، إحنا ما تقدر تظلمنا، لأن عندنا برامج محددة ومتتابعة وما يمكن نهملها، لأن هذه من خطة وزارة الصحة. إحنا مسؤوليتنا كوزارة الصحة متابعة الشروط الصحية في كل مؤسسة صحية، ومنها وزارة التربية والمدارس الابتدائية وكل المدارس. ومن واجبنا أيضا أن نتابع رصد الحالات، ومن واجبنا توفير العلاج، ومن واجبنا شروط التثقيف الصحي إلى هذه الفئات اللي تحتاج إلى توعية وتثقيف صحي حتى نمنع حدوث الأمراض. شكرا للدكتورة سنان غازي من مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة، شكرا جزيلا. قانون جرائم المعلوماتية، قانون لسلب حرية الإنترنت في العراق. الظاهر أن البعض لا يريد أن يترك متنفسا للعراقي للتعبير عن ذاته إلا ويسيطر عليه، وهذه المرة الإنترنت. يعني لو قدر لقانون جرائم المعلوماتية أي قار، فهذا يعني أن كل جهاز تليفون أو حاسوب لدى أي شخص أو بيت أو مؤسسة سوف يراقب مراقبة مستمرة دقيقة ل 24 ساعة. وويلي عليك إذا نشرت شغلة ما تعجب الجماعة، فهذا يعني أنك راح تواجه عقوبة الحبس لمدة من الممكن أن تصل إلى 30 عام، وغرامة قد تصل إلى 50 مليون دينار وربما 60 مليون دينار.
والعقوبة مطاطة تماما مثل توصيفات قانون جرائم المعلوماتية اللي يقرأ البرلمان أخيرا قراءة أولى. يعني ما تعرف شنو يعجبهم وشنو ما يعجبهم. يعني مثلا احنا عندنا نواب باللجنة القانونية البرلمانية ما عندهم مشكلة بالترويج لشرب الخمر. مو فايق الشيخ علي رئيس اللجنة القانونية قال يا عركشية أيها العركشية انتخبوني مثلا، في حين أعضاء باللجنة نفسها يجدون ذلك انتهاكا لتعاليم الدين يحتم العقوبة. عندنا نواب بنفس اللجنة، اللجنة القانونية النيابية، ما عندهم مشكلة بنثر ملايين الدولارات من أموال العراق على رؤوس الكياوليات. هذا كلام السيد أحمد الجبوري أبو مازن، قال لو عندي ملايين الدولارات كان نثرتها على رؤوس الكياوليات، في حين يرى أعضاء من نفس اللجنة أن هذا خدش للحياة يقتضي العقوبة لأنه إساءة للأدب والذوق العام. وعندنا أعضاء في البرلمان ما عندهم مشكلة بالترويج للعنصرية والطائفية عبر الأنترنت، لا بل كانت وسيلتهم بحملتهم الانتخابية للوصول للبرلمان، في حين عندنا أعضاء آخرون يرون أن ذلك جريمة بحق الوطن والمواطن تقتضي العقوبة القاسية. وخلي نسأل سؤال، هو من اللي كون الجيوش الإلكترونية لضرب هذا السياسي أو ذاك والتشهير به وبسمعته أحيانا؟ أكيد موجود دائرة لأنجوج خطية اهتمامها لا برلماني بحت، نفسهم السياسيين أيام الانتخابات واحد يهمش بالثاني على مواقع الانترنت. بعدين سؤال أيضا آخر، هذا كلش ملح، من اللي طلع القانون هذا من صناديق البرلمان المنسية من عام 2015 ورمى على طاولة اللجنة القانونية وقالهم عرضوا للنقاش بسرعة بأول جلسة قادمة؟ ياهو اللي نسأله من اللجنة القانونية يقول مو أني، منو العت؟ ومع هذا قانون يحدد الحريات بشكل صارخ يرد البرلمان من الحكومة دون طلب البرلمان يتم أهماله في 2015 ويناقش في 2019، وهذا يجري بدلا عن تفسير كيف كان يتم حظر اليوتيوب والفيسبوك ومواقع التواصل على الناس في فترات سابقة، لا بل عدم محاسبة كل من اعتدى على حرية النشر وتداول المعلومات اللي يكفلها الدستور. أما جرائم القذف والسب اللي يتبجح بها البعض بأنها راجت على الإنترنت، بل وحتى جرائم سرقة المعلومات والتجسس وإلى آخره، العراق عنده قانون عقوبات كفيل بمحاسبة كل جريمة وفق ظروفها ووقعها إذا كانت جريمة أصلا. فما هي الحاجة لقانون جديد يقتل حرية التعبير والنشر عبر الانترنت التي ربما أصبحت المتنفس الأخير للعراقي للتعبير عن ذاته وآلامه وهمومه وأفكاره؟ نناقش هذا الملف المهم مع النائب السيد عمار الشبلي عضو اللجنة القانونية النيابية، وأيضا مع السيد فراس الخزعلي الحقوقي والناشط المدني. أهلا وسهلا بضيوف الكرام. يا أهلا ومرحبا. الله بالخير. الله بالخير. أنستونا وشرفتونا. سيد عمار خلي البداية وياك، طالما الدق عليكم وراء ما قريتوا القراءة الأولى لقانون جرائم المعلوماتية. لكن ما أبالغ إذا أقول مجلس النواب أمام اختبار حقيقي، أما يصطف مع الدستور ومع حرية الرأي والتعبير أو يخالف الدستور ويكون بالضد من حرية الرأي والتعبير ويذهب باتجاه إقرار قانون الجرائم المعلوماتية. بدأ تحية لكم المشاهدين الكرام والضيف الكريم. يعني أنا أكبر مقدمتك الطلالية التي امتلأت تعميما غير مبرر. أولا هو أنت أكثر مرة يعني ذكرت كلمة قانون، هو ليس قانون، هو مسودة. طيب جيد، يعني عندما يقر يتحول إلى قانون؟ من قال لك أنه سيتحول بشكله الحالي القانون؟ يعني ومن قال أنه سيقر بشكل آخر؟ لا لا، قطعا بشكل آخر، لأنه قطعا لا بشكل لا آخر لا توجد مسودة، لأن يعني المسودة ما جاء من 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 أرسطو أو من حمورابي. إذن حيتم تعديل المسودة مجموعة أفكار، حيتم تعديل بعض بنود وفقرات القانون. شنو هي البنود؟ أنت سيدخلي أجاوبك. يلا تفضل. المسودة مجموعة أفكار قد تأتي من جهة قطاعية يراد أن هذا القانون ينظم عملها، أو يأتي إلى قانون عام كقانون جرائم المعلوماتية. هذه مجموعة أفكار قد تكون من 10 أشخاص، خمس أشخاص، لكنهم لا يحتكرون أفكار الآخرين. عندما يأتي المجلس النواب تعرف سيكون هناك 329 رأي داخل مجلس النواب، أما عن طريق كتلهم أو عن طريق اللجان المعنية. يعني هذا القانون لجنة الأمن والدفاع ولجنة الثقافة والإعلام. معنى ذلك نعم، أنه أعضاء باللجنة القانونية وأعضاء نعم في مجلس النواب نعم بشكل عام عندهم اعتراض على بنود كثيرة وفقرات كثيرة نعم في القانون. أنا من الذين الدورة السابقة كنت موجود لدي اعتراض، لكن السؤال أول، هل نحن بحاجة إلى قانون الجرائم المعلوماتية أم لا؟
شنو هي جرائم المعلوماتية حتى إحنا بحاجة إلى للقانون أو لا؟ هي جرائم إلكترونية. جرائم اللي موجود هذا القانون في. أنا فاهم حتى يفهم الجمهور. نعم نعم. الجرائم المعلوماتية عبارة عن السرقات والتهكير والقرصنة. لا 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 بس اسمح لي. نعم. ونشر صور فاضحة. نعم. والابتزاز. نعم. ومحاربة القمار إذا كان القمار قانونا ممنوع. هاي جرائم المعلوماتية. لكن. لا علاقة بالقمار. ليس لا. أنا إضافة إلى كل هاي. نعم. إضافة إلى كل هاي. أجي وأقول بالمادة 3. عفوا سيد فراس حجيك يعاقب بالسجن المؤبد أو غرامة لا تقل عن 25 مليون دينار كل من استخدم عمدا أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد المساس باستقلال البلد أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية أو التفاوض مع جهة معادية. شو علي قانون جرائم المعلومات؟ لا طبعا عندي قانون عقوبات. لا يا أخي خلي ورقتك أنت أصلا دخلت بصم القانون. أولا قانون جرائم المعلوماتية وأنت حسنا فعلت أتيت بخبير قانوني. جرائم المعلوماتية تختلف عن الجرائم العادية التي ينظمها قانون العقوبات النافذ لعام 1969. هذه جرائم حديثة، الانترنت حديث النشأة. أولا صعوبة معرفة الجريمة الإلكترونية تستوجب قانون خاص. وكنا نتكلم في الكواليس أنا والأخ الخبير وأحد الضيوف موجود عن اعتراض البعض على تشكيل محكمة خاصة. هي ليس محكمة خاصة، هي محكمة نوعية. لدينا الآن المحكمة تنظر في قضايا النزاهة. هذه ليس محكمة خاصة التي حضرها الدستور. المحاكم الخاصة التي لا تمييز ولا استئناف على قراراتها، هذه محكمة خاصة لأنه محكمة نوعية. لأنه هذه الجريمة نوعية، أولا طرق اكتشاف الجريمة صعبة جدا. يعني هذا سلوك القتل، هنالك نية وتحقيق هدف بقتل شخص معين. في الجرائم الإلكترونية صعوبة معرفة المجرم أولا، وخصوصا في العراق. لا يوجد لدينا ضبط لبوابات النفاذ الإلكترونية. يعني أنت الآن يقال في القانون يعني المال يعاقب على سرقته إذا كان المال في حرز مثله. في حرز مثله يعني في قاصة خنقول، لكنه إذا المال مشمول بالشارع أنا على بنواس ويجي واحد يأخذه ما يعتبر سرقة، لأنه أنت ما مخليه بمكانه الصحيح اللي هو قاصة. الآن ليس لدينا سيطرة على بوابات النفاذ، وهذا الأمر أدى إلى أن يستجوب أن يقدم استجواب وزير لكنه أقبل بسبب السياسة. هذا خلل دولة، خلل الحكومة. نعم. مو هالشكل، وخلل مجلس النواب لأنه لم يذهب باتجاه ممارسة صلاحياته وأدواره حتى تكون مع الحكومة. لكن أنت جاي تحمل المواطن حتى تكون ما عندنا مراقبة على بوابات النفاذ الإلكترونية. أحسن. وهذه تدخل ضمن هذا القانون. نبدي مقدمة صحيحة حتى تنتهي. أعطي مجال سيد فراس الخزعلي. نحن بحاجة إلى قانون معلوماتي أم لا؟ جاوب على هذا السؤال. نعم مساء الخير عليك. أنا عندي رأي على الجمهور وعلى الضيف الكريم، لكن مجبر بعدم طرح هذا الرأي إلا إذا سمحت لي أطرحه بعد قليل. لكن حضراتكم ذكرتوا موضوع يتعلق في فلسفة القانون. السيد النائب ذكر هل نحن في حاجة إلى مثل هكذا قانون أم لا؟ وشنو الفرق؟ حضرتك تقول عندنا قانون عقوبات يجرم السب، يجرم القذف، يجرم جريمة المساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والعسكري. إذن ما هي الحاجة لهذا القانون؟ نعم الجواب وفق القانون، نحن في حاجة ماسة لمو هذا القانون بنصوصه، نحن إلى قانون الجريمة الإلكترونية مجرد هو أول لتنظيم عملية النشر والاتصال. لا ما خلي بس أوضح لك، ولمعالجة الجرائم المعلوماتية كل دول العالم. لكن هو من يحدد هذه الجرائم المعلوماتية الإلكترونية؟ نعم إحنا السؤال اللي يطرح نفسه إنه الإنترنت والحاسبات بشكل عام دخلت للعراق بوقت متأخر جدا بالنسبة للعالم الخارجي. فالعالم الخارجي هل عندهم قانون يعالج الجريمة الإلكترونية أم لا؟ نعم بالتأكيد كل دول العالم المتقدم. عفوا حتى أكو وصف دقيق. نعم. من الأمم المتحدة للجرائم. نعم. المعلوماتية. نعم. حتى ممثل الأمم المتحدة بإحدى تصريحاته يقول هذا القانون لا يتطابق مع الاسم هذه الجريمة المعلوماتية سمية بجرائم المعلوماتية. يعني أنا على سبيل المثال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 ملايين ولا تزيد عن 60 مليون. نعم. كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الدينية أو الأخلاقية أو الأسرية أو الاجتماعية. هو من يحدد هاي القيم والمبادئ؟ هنا وليش دخلتها بهذا القانون؟ أنا نجاوبك. جاوبك وفق القانون. يلا تفضل أستاذ فراس. زاد فضلك. أنا بس خليني أنا خلوني متفاعل وياكم. لا تزعجون من المداخلات. لا ما نزعج بالعكس. أنت لطيف جدا، أسئلتك حكيمة جدا، لكن خلي الجمهور يفهم.
أنا ليش أحتاج قانون ثاني غير قانون العقوبات حتى يعالج لي الجريمة الإلكترونية؟ لأنه قانون العقوبات العراقي صدر بال69، ماكو شيء اسمه إنترنت، ماكو شيء اسمه تداول الحاسبات عند كافة الناس، فلذلك كان يعاقب على الفعل والشروع بالفعل والامتناع عن الفعل الواجب وفق القانون المادي وليس الافتراضي. اليوم حضرتك عندك شخصيتين، شخصية واقعية اللي هو اليوم أمامي، وعندك شخصية ثانية اللي هي افتراضية اللي هي موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي والويب سايت. فلذلك قانون العقوبات يعالج الفعل المادي. يعني اليوم لما شخص شخصا ما موجود في العراق اتصل بجهات معادية للعراق، نفترض يعني أي جهة هي معادية بدون للعراق علم. بالإنترنت بدون اتصال مادي واقعي حقيقي، فهل يجرمه قانون العقوبات؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن قانون العقوبات يجرم الفعل المادي. هناك ركنان، الركن المادي والركن المعنوي. لذلك الركن المادي لم يعالجه قانون العقوبات. نحن في حاجة إلى تنظيم الجريمة الإلكترونية. خليني أترك وياك شوية البعد القانوني وأذهب باتجاه البعد السياسي. هذا القانون انتهاك صارخ، هيك البعض يقول، هيك رؤيته، انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير وحتى التفكير، قتل الفكرة قبل التفكير. وهذا القانون يركز الإعلام بيد السلطة وبيد أحزاب السلطة، ونهاية لإعلام حر مستقل. هو اللي عاقب القضاء، مو المجلس النواب، مو السياسيين، هو حالة للقضاء. ما يخالف، بس أنا كإعلامي، أنا كإعلامي وحضرتك كناشط مدني، نجي نحط منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، من الممكن أن يؤول هذا المنشور وأحاسب عليه. من اللي أوله؟ من الذي يفسره؟ الخبراء أمام القضاء وفق قانون الخبراء أمام القضاء. سيد عمار تفضل. تحت لو استقريت انا جدا مرتاح. نحن بحاجه الى قانون معلوماتي. جدا مرتاح عزيزي. لا انا متفق، يعني انا متفق مع هذا الكلام اذا تسمح لي. بحاجه الى قانون جرائم المعلوماتيه، لكن ما هي الجرائم المعلوماتيه؟ يعني يقال العرب لديهم 2000 اسم للجمل، والسكان القطب الجنوبي لديهم 200 اسم للثلج، بس ثلج عندهم. زين انتوا الان تركز على قضيه الاعلام يا اخي. الجرائم الالكترونيه، يعني الان تذكرت مثالين من أعضاء اللجنة القانونية وسميتهم، أنا ما راح أسميهم، الذي يبيح أو سميتهم لأن الكلام جعل الإسلام لا جيد موجودة على المواقع صحيح. الذي يبرر نثر الفلوس، والذي دعا الخمارة إلى انتخابه. هؤلاء مع الأصوليين الراديكاليين في اللجنة القانونية يتفقون، قطعا يتفقون بأنه سوء استخدام المواقع الإلكترونية يهدم البنية التحتية الأسرية. لأنه لا في اليابان، حضرتك مسافر، لا في اليابان ولا في بريطانيا ولا في السويد ولا في أي دولة مفتوح الإنترنت كما في العراق. أتفق وياك، ورقابة على الإنترنت ورقابة على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن عفوا، من يقول لي هذا الشيء صح ومن يقول، من يحدد هذا الشيء صح ومن يحدد هذا الشيء غلط؟ جيد. أكو فقرات جيد. مكتوبة عندما نمضي مبادئ وقيم عامة. جيد. عندما نمضي بلا تفريط ولا إفراط سيكون القانون الناتج ناجع. كيف؟ لا نظرة سوداوية تنسب لكل القانون، ولا نظرة متفائلة جدا تقول كل ما في القانون يعني هو جيد. لا، خلينا نتفق، خلينا نتفق على نقطة مهمة. هذا القانون مهم جدا، قانون جرائم المعلوماتية لمعالجة الجرائم الإلكترونية المعلوماتية. لكن ترى هي جرائم إلكترونية، لكن هذا القانون بصيغته الحالية هو فيه ثغرات. هو قانون بوليسي. أريد أستخدم هذا الوصف ببعض فقراته. أحسن. ببعض فقراته فيه ثغرات. نعم، فيه ثغرات. القانون لا سلطان عليه إلا القانون. القضاء لا سلطان عليه إلا القانون. قال لك الأخ الزميل هو أيضا محامي، كل ما موجود من جرائم لا يحددها إلا القضاء. أنت بداية طبعا تجاوزنا هاي المرحلة، أنه لماذا لا يعتمد على قانون العقوبات العراقي النافذ؟ قانون العقوبات العراقي جريمة قتل، أركان مادية وشهود. هل المجرم أو المتهم في قضايا جرائم معلوماتية عليه شهود؟ قطعا لا. قانون أصول المحاكمة في القضاء، في القضاء وفي قانون أصول المحاكمة الجزائية الآن 73. عندما حضرتك تصور بكاميرا شخصية جريمة لا يعتد فيها بالقضاء، لا يعتد فيها إلا بعد أخذ دليل، بعد لا يعتبر دليل، يعتبر استئناس، يعني قرينة إلا بموافقة القاضي. هنا يختلف الأمر. إذن أكو حاجة سيد فراس، حاجة إلى مهمة وملحة لقانون، لكن الصياغة التشريعية معيبة جدا. أشر لي شلون المفروض تتم التعديلات بما يضمن حرية الرأي والتعبير والتفكير. لطيف جدا. إحنا
كل القوانين اللي تصدر من السلطة التشريعية هي معرضة للرقابة الدستورية من قبل المحكمة الاتحادية العليا، يجب أن تصدر القوانين مطابقة للدستور العراقي الدائم، هذه من ناحية. من ناحية أخرى يجب أن تكون القوانين وفق معايير العدالة الدولية، يعني إحنا عندنا مبادئ العدالة الجنائية الدولية يجب أن تكون متفقة معها، يجب أن لا نعطي فقط آراء محلية بحتة في جريمة الإنترنت، خصوصا أنه الإنترنت يجعل من العالم الكرة الأرضية قرية صغيرة. إذن يجب أن ننفتح قانونيا أيضا، وأدعو مجلس النواب الموقر وبالذات اللجنة القانونية للأخذ بنظر الاعتبار القوانين المقارنة للدول العربية وكذلك القوانين العالمية للدول الأخرى. ده هو يقول هو من ناحية هو أنا ما أعرف هذا الرأي هل صحيح هل هو مبالغ به، يقول لك كثير من فقرات هذا القانون مأخوذة من دول عربية فيها ديكتاتورية. أبداً 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 ما بيها، ولهذا أنا شككت في هذا الرأي، ما بيها أي حس تشريعي. يعني من ضمن المثالب التي تؤخذ على هذا القانون أن الأهداف التي رسمت في المادة الأولى وكذلك الأسباب الموجبة التي وردت في نهاية المشروع كانت تهدف إلى العقوبة، يعني كارثة تشريعية هذه أنه أنت تشرع وهدفك العقاب، العقوبة ذاتها هدفها في كل مادة تقريبا في بداية المادة يعاقب بالسجن أو الغرامة أو كليهما، عقوبة بين 60-50 مليون 20 سنة، وكأنما قانون انتقامي مو قانون إصلاحي، ولهذا وصف بأنه قانون شديد جدا، قانون انتقامي شديد بهذه الشدة لم غير موجود في دول الجوار. هذا مو صحيح، لأنه هو هذا القانون ليس قانون تنظيم الإلكتروني أو التنظيم المعلوماتية، هو مو قانون تنظيم، قانون عقابي، هو قانون عقابي ذلك الهدف منه، وحسن فعل المشرع إذا شرع لإنزال عقوبة. أنت تقول جريمة تفترض أن هذا السلوك الإلكتروني سيكون فيه اعتداء على حقوق الآخرين، هذا يمثل جريمة أم لا؟ لا سيادة النائب، الهدف من العقوبة الإصلاح أم من الانتقام؟ لا 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 قطع، لا قطع هذا لا اسمح لي، ومن قال؟ أنا من قريته لقيتها أنه هدف الانتقام، ماكو أي إصلاح. بس اسمح لي انظر للجانب الآخر. هنالك شخص انتهكت حرمته، اخترقت معلوماته، أو شخص معني واللي هي الدولة صار مساس بأمنها، اسمح لي صار مساس بأمنها. شلون المساس؟ هو هذا هي دقيقة جايك سيد عمار، جايك هي هاي النقاط المهمة، جايك عفوا بس أكمل الفكرة. من يحدد أنه أنا مسيرة أمن الدولة أو اقتصاد الدولة أو يعني ممكن على سبيل المثال أنا أجي أنشر منشور أنتقد به السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء أو السيد رئيس البرلمان أو السيد رئيس الجمهورية بشخصهم الحالية أو أشخاص آخرين في مراحل مراحل قادمة، ممكن أني أسائل أنه أني مسيت أمن الدولة أو سياسة الدولة أو اقتصاد الدولة. هذا مثالك أعرض عليك مثال. أنت ممثل عن الشرقية، معك مصور الشرقية، وذهبت إلى قاعدة صواريخ قاعدة طيران عراقية مطار عسكري، تغطون تكريم القائد فقط أو احتفالية لذكرى تأسيس الجيش العراقي، واختلس الفرصة المصور وصور سراديف فيها طائرات ونشرت على أحد المواقع. نختلف عنك هذا مساس بأمن الدولة؟ حتى هاي النقطة بها إشكالية، حتى هذه النقطة ما تشبه ذيك. لا اسمح لي، انت ليش ركت لي ذيك وجيت على قضية، هو جيت على قضية ذيك بتصوري أنا ما تمثل جريمة، هذيك ما تمثل جريمة. ليش؟ لكن هي ممكن أن تؤول وفق مواد هذا القانون وتحسب جريمة. لذلك نحن بحاجة إلى أن تكون القواعد القانونية الموجودة، صف القاعدة القانونية بصورة عامة، أي قانون يعرفها، أن تكون عامة مجردة بعيدة عن الإبهام والتشويش، يعني غير قابلة للتأويل. زين. يعني عندما نضع الآن فيه فقرات فضفاض علي مؤشر عليها بالمسودة عندي، بس والمفترض أن تعدل هذه الفقرات وتحدد. جيد، تحدد أولا للمختصين حتى لا حددت بدرجة 99%، يبقى شيء أنه القاضي أعطاه القانون صلاحية الاستعانة بالخبراء. القاضي درس قانون في كل القانون وفي المعهد القضائي درس 5 أو 6 قوانين بصورة موسعة. لا يستطيع دون الاستعانة بالخبراء معرفة كيفية الجريمة. المسائل الفنية التي هذه مسائل فنية، لذلك بعض الأحيان في بعض القضايا، وأعتقد الأخ خبير، يصل عدد الخبراء إلى 33. لأن يعني القاضي لا يقتنع بخمسة، ابتداء لا يستطيع بمفرده إعطاء قرار في قضية ما، يستعين بخبراء يرى أن هؤلاء الخبراء رأيهم ليس
مانع جامع يستعين ب 11 عدد مفرد. لذلك اذا اردنا لهذا القانون ان يكون ناجع صحيح نبتعد عن 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 المواد القانونيه التي تقبل التاويل وهذه العبارات الفضفاضه ويجري تحديد هذه العبارات. طبعا اختم لي سيد فراس مستحيل أن مستحيل ان تجري تحديد لهذه العبارات لانه احنا قانوننا من زمان عندنا شيء اسمه النظام العام. لحد اليوم احنا مختلفين ما هو النظام العام في منطقه تختلف عن منطقه اخرى. اليوم عادات وتقاليد هي النظام العام، تروح للجنوب مو تختلف القيم والعادات والتقاليد تختلف عن الشمال. اكبر خطوره في هذا المشروع من وجهه نظري القانونيه هي المساله الطائفيه المذهبيه. يعني هنا المحكمه شلون راح تحدد؟ هل تحيلها الى المرجعيه كخبره تطلب من ديوان الوقف الشيعي والسني؟ هذه نقطه مهمه جدا. يعني واحد ينشر له حديث لمعصوم او لصحابي وواحد يشتكي عليه يتهمه انه هذا تحريض طائفي، ممكن زين محكمه هو قاضي رجال شغلته قانون احنا خبراء اني نشر اعلام يقول لك كان في بلد متعدد المذاهب انت جاي تركز او 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 تدعو الى مذهب ممكن الكلام المذهبي هذا اي نقطه جدا اي نقطه جدا نعم مهمه نعم لكنه انا اعتقد راح تصير وسيله هذا القانون سوف يكون وسيله للانتقام من الغير. خلينا نشكر السيد فراس الخزعلي الحقوقي والناشط المدني، شكرا جزيلا. شكرا ايضا للسيد عمار الشبلي عضو اللجنه القانونيه النيابيه، شكرا لحضوركم. يا هلا مرحبا. قرار حكومي بصدد التعيينات يقضي بتحويل الاجراء الى عقود وتمتع العقود بامتيازات الملاك. مجلس الوزراء قرر تحويل أصحاب الأجور اليومية كافة إلى عقود، وقرر أيضا تكييف أوضاع المتعاقدين لمساواتهم مع الموظفين على الملاك الدائم من حيث الحصول على قطع الأراضي السكنية، السلف، الإفادات، الإجازات، ومنحهم الأولوية بالتثبيت عند حصول الشواغر، والعمل على زيادة الحدود الدنيا للأجور واحتساب فترة العمل السابقة والانقطاع عن العمل، وامتيازات أخرى تضمنها هذا القرار اللي ينصف هذه الشريحة. عمليا يبدو هذا القرار جيدا إذا لم يكن بديلا عن تثبيت العقود أساسا من أصحاب الحق. وخلي نسأل عن مصير آلاف المعلمين الذين يعملون مجانا بدون أجور يومية. المفترض بالموازنة الحالية حيتم تثبيتهم وتعيينهم. نسأل عن آلاف بل عشرات الآلاف من عمال الأجور اليومية في الموارد المائية اللي صار لهم أكثر من 5 سنوات بلا تثبيت. ماذا عن عمال الكهرباء والنفط وعقود العمل والتجارة بل وحتى الخطوط الجوية العراقية اللي توقف تعيينهم بسبب شبهة فساد إداري لا علاقة له به أساسا أو على الأقل ليسوا هم المسؤولين عنه؟ ولا يستثنى عمال وزارة من هذا الحال، الكل كل الوزارات عندهم أجراء وعقود حتى وزارة الخارجية. وعلى فكرة أصحاب العقود في وزارة الخارجية من حقهم الاستفسار لماذا يتم استثنائهم من قرار مساواة الامتيازات؟ نناقش هذا الملف مع مستشار وزارة المالية السيد حازم هادي معنا هنا في الاستوديو. سيد حازم يا هلا مرحبا. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا لحضورك. عفوا. اهلا وسهلا. تفضل استريح. الله بالخير. الله بالخير استاذ. يا هلا ومرحبا. تحويل الاجور اليومية الى عقود. نعم. ومعاملة العقود أسوة بالموظفين على الملاك الدائم من ناحية قطاع الأراضي، من ناحية إجازات، إفادات وإلى آخره من امتيازات. امتيازات مادية. وضح لي أكثر. وضح لي أكثر كل التفاصيل. الحقيقة تحية للشرقية ومشاهديها. يا هلا ومرحبا. هي مبادرة طيبة ومحترمة من لدن مجلس الوزراء، بشر بها السيد رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العقود بنقلهم إلى كموظفين على الملاك الدائم واستحقاقهم للترفيع والعلاقة. هو ما نقلهم على الملاك الدائم، هم قالوا حيأخذون امتيازات الملاك الدائم. الملاك الدائم ما يتعلق بالتقاعد والسلف وقطع الأراضي والإفادات والإجازات. بالتأكيد مو هذا القرار نفسه. أي يعني بالعموم إجا المفروض أكو خدمة وتدرج. طبعاً أنا هنا سؤالي من خدمة وتدرج معناتها أكو زيادة بالراتب، هكذا أفهم الخدمة والتدرج. يعني واحد أكو يأخذ ترفيع ينتقل من درجة إلى درجة. نعم. فبالتالي هذا صاحب العقد في أي وزارة
أخذ امتيازات الملاك الدائم فيما يتعلق بالتقاعد، السلف، الإفادات، قطع الأراضي، وأخذ خدمة وتدرج. نانا أكو فرق حيكون براتبه لو فقط ما بعد يعني ما يتعلق بالتقاعد وامتيازات التقاعد؟ هو اللي أصلا القرار أنه يكون مثل أقرانه يعني بين الموظفين ويأخذ التدرج الوظيفي. يكون مثل أقرانه من ناحية الراتب؟ من ناحية الراتب. أه. لأنه راح يدرج بالوظيفة يعني كأنه موظف في هذا في ذلك الوقت، ويدرج في الوظيفة حسب شهادته. وأسوة بأقران راتبه. إذن ماكو فرق بينه وبين الموظف على الملاك الدائم؟ بالتأكيد. وما يصير يعني عندنا ملاكين، يعني ملاك للموظفين الدائمين وملاك لل إذن سيعامل الموظف العقد معاملة الموظف على الملاك الدائم من جميع النواحي والتفاصيل دون استثناء، من المادية والمعنوية. من يأخذ أسوة بأقرانه ما يتعلق بالخدمة والتدرج والراتب، ستحسب له سنوات الخدمة السابقة؟ طبعاً، وستحسب له لأغراض التقاعد ولأغراض التسكين في جدول الملاك الموظفين. ستحسب له الخدمة السابقة وما يتعلق بالشهادة وما يتعلق بالزوجية. بالشهادة، يتعلق إذا كان خريج كلية. زين، بالنسبة للتقاعد أكو توقيفات مو استقطاعات تقاعدية؟ هو بالتوقيفات التقاعدية، حصة التوقيفات التقاعدية أصحاب العقود يدفعون الحصة التقاعدية. المفروض بين تاريخين، ما قبل 2014 حتدفعها الحكومة، وما بعد 2014 يدفعها الموظف العقد. عفى حسب التوجيه اللي بالعموم اللي إجى. عفاهم من المدة السابقة، التوقيفات التقاعدية للمدة السابقة. وهم أصلا من بعد هالتاريخ هذا هم دافعين الحصة التقاعدية. لكن المشكلة وين يعني نقول عليها؟ لأصحاب الأجور اليوم حج عليهم. هذا ملفهم بمعزل عن ملف العقود. كم عقد عندي في الدولة العراقية؟ عندكم إحصائية وزارة المالية؟ والله اللي معروف اللي ما أتحدث عن الأجور اليومية، أتحدث عن العقد. بأنه بالكهرباء حوالي 33,000. لا المجموع في الدولة العراقية. والله ماكو إحصائية. ماكو إحصائية. يعني إحصائية جامدة. أنا إذا حسبتهم مثل أقرانهم الموظفين على الملاك الدائم من كل النواحي دون استثناء، من ناحية الراتب، التدرج، التقاعد، إذا ليش ما أعطيهم صفة الملاك الدائم؟ وين المشكلة؟ هي الموازنة تحملت أعباء مالية. تحملت الأعباء، فرق الأعباء المالية، لأنه هو أصلاً يأخذ راتب. زين. الفرق بالأعباء المالية تحملت الموازنة التشغيلية. فشنو المانع؟ وين المشكلة أنه ذولا كلهم معاملة الملاك الدائم شكلا ومضمونا؟ الآن فقط مضمونا، لكن هو عقد. هو عقد يعني، بس يأخذ مثل أقرانه من ما حد يجاوب على هذا السؤال. أنا إذا حسبتهم وحسبتهم كل الامتيازات يعني هل يكون والرواتب، أن يكون من ملاك الدولة، يعني ملاك الدولة زي. ملاك دائم وملاك ملاك مؤقت وملاك طلع. هو أنا حسبتهم بالسابق، حسبتهم عندي بقى تفضل. بسابقين بالسبعين يعني كان عندنا ملاك، ملاك الموظفين وملاك المستخدمين. مستخدمين ألغوا الاستخدام ونقلوهم موظفين، ونقلوا هذا الاستخدام كموظفين ضمن الملاك الدائم. الآن ليش ما عمل نفس الشيء؟ هو الحد الآن القضية غير متبلورة. أني من حسابتهم حسابات الملاك، المعالم من حسابتهم حسابات الملاك الدائم في كل شيء، وتحملت الدولة والموازنة التشغيلية أعباء إضافية مالية. صحيح. أعطيهم صفة الملاك الدائم شكلا والمضمون. زين. الأجور اليومية يحولون إلى عقود. نعم. وضح لي وفسر لي. هذه يعني مثل ما ينقلون كنقلة نوعية وفئة جديدة بعد ما كان هو ضمن الأجور اليومية اللي ما يتمتع بامتيازات. زين. لما ينقل الى الملاك العقود والعقود يعامل معامله الملاك الدائم، يتمتع بامتيازات اللي كان يتمتع بها اصحاب العقد. لا، حيتمتع بامتيازات الملاك الدائم. لا، بالنسبه للاجور اليوميه اي راح يتحول الى عقد. عقد، والعقد راح هذا فقط يتحول الى عقد ولا ياخذ امتيازات الملاك الدائم. ياخذ امتيازات العقود. بالسابق مثلا، بس هذا حيترتب زياده ماليه على رواتبهم. هذا شيء جيد، انا اتمنى الزياده ويعيشون ببحبوحه. هذا حيترتب زياده ماليه على رواتبهم
هنا السؤال المهم والملح. نعم. صفتك مستشار وخبير، هل تتحمل الموازنة التشغيلية لهذا العام 2019 وحتى الأعوام السابقة؟ إحنا أمام منعرج في النصف الثاني من عام 2019، يقول لك الإنتاج النفطي الصخري في الولايات المتحدة سيرتفع ومن ثم ستنخفض أسعار النفط. الآن هي منخفضة ما دون 56 سعر برميل النفط في الموازنة. هل تتحمل موازنة 2019 هذه الأعباء المالية؟ حتى نتحمل هاي الأعباء المالية يجب أن يجري متغيرات على الموازنة عن طريق المناقلة والبحث عن أمور أخرى يمكن الاستغناء عن بعض الفقرات أو النفقات الأخرى حتى تغطي متطلبات هذا العبء الجديد. هذا العبء الجديد جاء بقرار ويجب أن ينفذ، وبالتالي الوقت هذا مناسب لأنه الموازنة مشروع قانون الموازنة أمام مجلس النواب. أما يبادر مجلس النواب، قرارات من المفترض أن تطبق في موازنة عام 2019، أما يبادر مجلس النواب بأخذ محتوى القرار ويصيغه بصيغة قانونية ضمن قانون الموازنة، أو أنه مجلس الوزراء يطلب من مجلس إعادة الموازنة لإعادة صياغتها أو تعديل الموازنة. زين، أنا عندي أيضا قرار آخر من مجلس الوزراء وهو تحويل المعارضين المحاضرين أو تثبيت المحاضرين على الملاك الدائم. أنا أي محاضرين يقصدون؟ أكو عندنا محاضرين مجانا في التربية معلمين، وعندنا محاضرين في التعليم يحاضرون مجانا في الجامعات العراقية. هل المقصود الفئتين فئة واحدة؟ والله هو إجى على العموم، على العموم ما إجى على الخصوص. إذن الفئتين، نعم، المحاضر الجامعي والمحاضر المدرسي، طالما هو إجى جاء مطلق فيأخذ على المطلق. خلي أختم وياك بسؤال أخير، هاي شكاوى ورسائل كثيرة على صفحة البرنامج، يقول لك أني أجر يومي وأني عقد، لكن تم إنهاء العقد من قبل دائرتي. أكو بعض الموظفين على ما أعتقد في محافظة بغداد، في مجلس محافظة بغداد، تم إنهاء العقد من قبل دائرتي في سنوات سابقة 2014 و2015، مو هو البطل، دائرتي أنهت خدمته. يعني أجر يومي بعدم الحاجة لخدمات. ها بالضبط. هنا هذا شلون حيعامل؟ أيضا خدم الدولة العراقية، بعضهم 5 سنين، بعضهم 4، بعضهم 6 سنين. هذا على الإطلاق لم يعد هو صاحب عقد، لأنه أنهى عقده فأصبح مو صاحب عقد. نعم. هذه كلها مسائل قانونية يمكن معالجتها عن طريق التعليمات اللي تصدر في حينها. هل هو هذا يعتبر مستمر بالعقد ويأخذ الامتيازات الأخرى أو إنهى عقده؟ خلينا شكرك السيد حازم هادي مستشار وزارة المالية. يا مرحبا جزيلا لحضورك. يا هلا مرحبا. الحوادث المرورية معدلات تثير القلق. أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء ارتفاع معدلات الحوادث المرورية الخطرة إلى حد كبير وفق آخر إحصائية. ووفق المفوضية فإن العراق شهد حوادث مرورية في 2018 تسببت بأكثر من 5000 قتيل وأكثر من 18000 جريح، وكانت حوادث الاصطدام الأكثر عددا وفاقت 12000، تليها حوادث الدهس التي فاقت 3000. حول هذا الملف معنا عبر الهاتف العميد عمار وليد الخياط من مديرية المرور العامة. سيادة العميد أهلا بك. مساء الخيرات أخي عماد، أهلا بك. مساء الأنوار سيادة العميد. 24000 شخص سيادة العميد بين قتيل وجريح جراء الحوادث المرورية، 5152 عدد الوفيات، 18404 عدد الجرحى. أرقام كبيرة كبيرة جدا، من يتحمل المسؤولية؟ يعني ما أقدر أقول لك فقط المواطن أو الجهاز الإداري، الجميع يتحمل مسؤولية. طيب، مثل ما نعلم أنه الحوادث الأكثر، الإحصائية إذا تكون دقيقة، زين، الحوادث الأكثر اللي بيها إصابات ووفيات هي في الطرق الخارجية، وبالذات بالتحديد الطريق السريع رقم واحد أو الطرق الخارجية بصورة عامة. هذا واضح، هذا واضح، لكن هي بالنتيجة حوادث وبالنتيجة وفيات وبالنتيجة جرحى. هنا احنا امام ثلاث، يعني خلينا حمل مسؤولية لثلاث جهات. اولا المواطن،
وبما أنه أنا حدافع عن المواطن فخليني أركز على جهتين. الجهة الأولى أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان وجهات ومؤسسات أخرى هي المسؤولة عن تبليط وتعبيد الطرق، وهي المسؤولة عن كثير من متطلبات السلامة. لكن من أجي وناقش العميد عمار، يجب أن أحمل مديرية المرور العامة مسؤولية ومسؤولية كبيرة، مراقبة الطرق، الحد من السرعة الزائدة، هناك ما دون 18 سنة الآن دي يسوقون، متطلبات السلامة داخل السيارة، الجيجارة بالسيارة والتليفون أثناء كل هاي الأمور مسؤولة عنا مديرية المرور العامة، مو هيك سيادة العميد؟ أنت تدافع عن المواطن وخليت الإسكان والأمانة، خليني أنا أدافع عن المرور. يلا تفضل. أنا أشكرك. بداية الحالي تأسيس الطرق هو سبب رئيسي من أسباب حوادث الصدام. ما هو تأسيس الطرق؟ الطرق أن تكون طرق محبدة مهيئة للمسير للسرعة العالية، مخططة، توجد بها علامات، توجد بها رادارات لضبط المخالفات، توجد بها كاميرات لضبط المخالفات، عكس الاتجاه، السير بسرعة. هذه كلها المستلزمات من مسؤول عليها؟ هل المرور العامة؟ هاي واحد لا، أنا أقول لك من مسؤول عليها، لأنه مو من حقنا شراء علامة واحدة وتثبيتها بالطريق. نجي إلى يعني مسألة الطرق وتدميرها. لا سيادة العميد، هاي نقطة مهمة. أليس من حق مديرية المرور العامة وضع الإشارات المرورية؟ أليس من حق مديرية المرور العامة تخطيط الشوارع وتشغيل الترافيك لايت؟ لا. في كل دول العالم الدوائر البلدية والخدمية هي مسؤولة عن الطرق. وبدليل أعطيك مثل بسيط، وأنا سبق ناقشت وياك بهذا الموضوع كنت ضيف، أنه استقطاعات عند تجديد السنوية استقطاعات للطرق والجسور والأمانة ومجالس المحافظات، فلس واحد ما يذهب إلى المرور العامة، هذه كلها تذهب للاستقطاعات إلى الطرق والجسور والأمانة معناتها الطرق. أنا كمواطن صاحب مركبة جاي أدفع للطرق والجسور عن طريقكم، عن طريق المديرية العامة للمرور عند تحويل مركبتي، سواء بالشراء أو بالبيع، هاي الأموال من دتروح غير مقابل. لا خالي أترجاك، عند تجديد السنوية مرة واحدة لكل 5 سنوات، والمرور العام الأوقية على المرور العام، لأن تجديد السنوية يتم عن طريق المرور العام. المرور العام هذه الجبايات تودع في الخزينة العامة بحساب معين أو يستقطع. أنا هنا ما أريد أحمل لكم المسؤولية، بالتالي أنا دا أدفع للطرق والجسور لوزارة الإعمار والإسكان، بالتالي هاي الفلوس اللي دا أدفعها المفروض مقابل خدمة من أجي أباوع حال الشوارع خصوصا السريعة، هي بئيسة جدا، يعني نصف ربما أكثر من نصف الحوادث بسبب الطرق السيئة وخصوصا السريعة، الطرق بين المحافظات. أخ علي أنت يعني مع كل احترام وتقديري، نعم حملت تلجأت أنت للدافع عن المواطن، نعم أنا أعيدك، الطرق والجسور، الأمانة، الطرق هذه بحاجة إلى تعديل، بحاجة إلى علامات، لكن هناك طرق أعطيك مثل بسيط، طريق شارع مطار المثنى محبب بصورة كاملة، طريق سلس مخطط ومحددة بالسرعة، لكن لا يوجد رادار لضبط المخالفات السرعة، حوادث مميتة تقع على هذا الطريق وهو في داخل بغداد، حوادث مميتة من يتحمل المسؤولية؟ التقييد بالسرعة، الحفاظ على سلامة المواطنين، المخالفة. طالبت سيادة العميد، طالبت بوضع رادارات ومنظومات متطورة، منظومات إلكترونية، كاميرات مراقبة، طالبت. أخ علي المشروع المرور ذكر من 2014 بالأمانة بسبب عدم وجود التخصيصات المالية له، هذا تنظيم حركة السيارة الإلكترونية وضبط المخالفات، هذا من 2014 في أمانة بغداد، وأنا عضو باللجنة وصل للمناقصة 2014 ماكو تخصيص. سيادة العميد يبقى جزء وجزء كبير تتحمله مديرية المرور العام، ما حتقول لي شلون، متطلبات السلامة داخل السيارة، طفاية ماكو، هذا ما يحتاج لرادار، هذا يحتاج لنقاط تفتيش متنقلة. عفوا بس أكمل الفكرة، السيجارة داخل السيارة، السائق حزام ملابس، شنتوا قبل عندكم نقاط تفتيش متنقلة تفتش عن الحزام، عن الطفاية، عن المثلث. إضافة إلى هذا، اليوم السائق يسوق وتليفون بإذنه ويسوق، ذيك المرة سعاد التاكسي صاحب التاكسي تعارك ويا زوجته على مود صمون بألف لوب 500، هو دا يسوق كل شوية راد يسوي حادث، هاي مسؤولية المرور العامة. أخ علي أهم جوياك المرور العامة، المفارز موجودة زين. والدليل الإحصائية اللي نشرت وزارة المالية والرقابة المالية 13 مليار دينار الجباية بالعام الماضي، منها رسوم تسجيل المركبات ومنها غرامات، هذه الغرامات شنو؟ مو نتيجة ضبط مخالفات، لكن أين الوعي اللي نتكلم عليه؟
أين حب المواطن للنظام؟ هذه ما داري يتهم المواطن، لا ما داري يتهم نهائيا، لكن إحنا داعي ونداعي. المرة العامة سبق أن قلت لك مو من حق علامة واحدة رصيد، مو من حق تصبر علامة فشات، مو من حق توضع، مو من حق ولا هناك تخصيصات إلا أصلا. إذا نجي متطلبات كثيرة بحاجة إلى المرور، وفر لي مستلزمات الطريق حتى أوفر لك الأمن وأوفر لك النظام بصورة كاملة، لكن إحنا مشروع مرور ذكي والتخصيصات لحد الآن ماكو، ما موجودة هنا ولا يستطيعون الأمانة تنفيذها. ليش نقول لهم حتى على أمانة؟ ما نقول لهم والله ما نقول لهم على أمانة، لأن أنا أضرب اللجنة أقول لك كان راسي ضغط المخالفات. سيادة العميد أنا أريد أختم وياك، تجاوزت الوقت. 24 ألف شخص مواطن عراقي بين قتيل وجريح، علي من نقل لهم إذا لا عليكم ولا على المرور ولا على ما أدري أجهة؟ لا بالبداية قلت لا 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 بالبداية قلت لك أخ علي، قلت لك الجميع يتحمل مسؤولية، من المواطن من الطرق والجسور. المرور العامة عندك طريق سريع ما بين محافظة ومحافظة 120-130 كيلو، يحتاج بالقليل على المركبات، المركبة لازم تكون مزودة برادار حتى تضبط مخالفات السرعه. واضح. الاجتياز الخاطئ 18 سنه هاي اضمن لك باقوى 18 سنه اقل من يوسف على الطرق الخارجيه، طلعوا الاحصائيه من 20 سنه الى 35 سنه اكثر نسبه من الحوادث. خليني اشكرك العميد عمار وليد الخياط من مديريه المرور العامه، شكرا جزيلا لانضمامك ويانا. تقاعد للتقاعد وانطي للمحتاج، عاطل برلماني واقف الانتاج، عضو مجلس حكم والكرسي عاج وصاج، بس حاكم شهر واحد وشوف الباج، وزير يشوف حظه يتابع الابراج، لواته بالتقاعد يطرحون زواج، بس يا معود اسكت لا يحبسونه، قانون النشر مو شغله مضمونه، وعلى الفيس على الفيس، بعد لا تشد لكانتينه على الفيس، هاي الشغله مو زينه على الفيس، فضايحهم مسكتينه على الفيس، ضربني ويخزر بعينه على الفيس، وسبقني بالبيتش يقول العدل وينه، بس لطفا رجاء ولو بها احراج، ترى الباقي الوطن هو وصل الازعاج، التقاعد للمواطن وانطل المحتاج. تحيه طيبه، انا محدثكم علي عماد ومن معد البرنامج حسين سعدون، الى اللقاء.